ما انا مش بهزر لعيب والله. منتخب مصر، ده مش لعيب نقد منتخب الكوكا، مصر كده اتفسح وقعد في اليونان او اتفسح. ما هو كذا ما عادي. طيب انا النهارده ده مش نقد الكوكا، انا ما دام بجيب كوكا يبقى انا كم مره عندي ثقه فيه. كم مره على فكره بقى له 5 سنين في استدعاء ليه من منتخب مصر ما بيقدمش حاجه لمنتخب مصر. طب انت ايه سبب الاستدعاء بتاعه؟ مش كوره، دي بعيد عن الكوره. لا بص، النهارده ثبت للموضوع ان فعلا الموضوع بعيد عن كوره تماما، لانك انت في الوقت اللي انت خسران فيه انت ما فكرتش ان انت تغيره. يعني انت معناه ان انت مش بس هو اللغز. عارف ابراهيم في ايه؟ ما معناه ان هو مع نازيل يلعب كويس جدا، بيجيب اجوان. يعني اتفرجت على ماتش الاولمبياكوس كان كويس على راسنا، بس منتخب مصر ايه؟ ما هو انت لازم اميد المدرب يحتضن. يعني انت دلوقتي مصطفى محمد عشان ماتش ما لعبوش نزل، ما هي دي بقى دي امكانيات لعب. لكن كوكا لما بيجي عارف ان انا كده كده جاي، المدرب مش مديني انطباع ان انا ممكن اشركك او انا. طب إن ايه طب استدعاء ليه بقى؟ معلش انا والله كويس انت فتحت النقطه دي، وانا عارف ان الموضوع ده ممكن انا بقى لي فتره بتكلم في الموضوع ده. يعني ما هو بص، ان انت مدرب، ان انت بتجيب لاعب محترف، اجيب اي مهاجم من الدوري المصري، اجيب حسام حسن مثلا بتاع سموحه، اجيب اي مهاجم من الدوري المصري، اجيب عمر مرموش. أي يعني لو كابتن حسام بدري ما بيحبش المهاجم التارجت روح جيب اي بقى اللي هو الشادو. انت عارف معناها ايه؟ بص النهارده والله بجد النقطه دي كانت هي نقطه التحول في الموضوع، ان انا اتكلم على كوكا على فكره، لان انا بقى لي فتره بتكلم في القصه دي. ان انت مدرب جايب لاعب محترف، انت نفسك كمدير فني المنتخب مصر انت ما عندكش ثقه فيه، لانك انت خسران ونزلت صلاح محسن لاعب الاهلي، ونزلت مصطفى محمد اللي هو يعتبر يعني لسه جاي من احترافه، والظروف بتاعته كانت مش مساعد. يعني انت معناه ان انت ما عندكش ثقه في اللاعب اللي انت جايبه. طب انت جايبه ليه؟ طب اقول لك، هو خد عبد الشافي ليه وخد مصطفى فتحي ليه اصلا المنتخب؟ ما الموضوع في علاج ده موضوع يعني طبعا كثيرة جداً. يعني طبعا في اسماء كثيره جدا موجوده في منتخب مصر انت واخدها ليه؟ يعني طبعا في يعني كلنا، هل عشان خايف من الميديا؟ انا وجهه نظري ان بدل ما بق الميديا تفتح عليه ان انت ما خدتش عبد الشافي وما خدتش مصطفى، لا بالعكس انت برضه لما بتاخدهم لا خدهم عشان يسكت الميديا، لا واخدهم عشان يسكت الميديا لكن مش هيلعبوا. طب ده صح، بدل ما تفتح على نفسك الميديا تقول لك انت ما خدتش، يبقى منتخب مصر شغال بالميديا. انا متاكد هو ما بيلعبش ماتشات وديه تقيله ليه؟ هنتكلم بصراحه، استغربت بصراحه. يعني ما بيلعبش، العالم كله كان بيلعب زمان من 6 7 شهور قال لك ماتش ودي مع البرازيل مش عارف انه لا. بس هو انا مش عايز العب ماتشات. كابتن حسام بس في لعيبه، خلينا نتكلم برضو في الاهم برضو، ان في لعيبه كويسه جدا بس للاسف المدير الفني مش عارف يستغلها، مش عارف يعمل التوليف. لا احنا عندنا جيل مميز، دي حقيقه. عندك عندنا جيل مميز، وعندنا جيل مميز لو مدرب كويس يشتغل كويس. عندك توليفه لعيبه كويسه جدا تقدر ان انت تستغلهم، بس ده شغل، ده شغل مدير فني. بدون اقطع كلامك اتفضل. في الفتره الجيل الذهبي بتاع اسبانيا اللي كان ماسك المنتخب ديلبوسكي، ديلبوسكي ده مين اللي كان بياكل العالم؟ برشلونه. كره جوارديولا. الراجل جاب ميدو لعيبه، وانت عارف الكلام ده، جاب لعيبه منتخب اسبانيا لعبهم بنفس طريقه برشلونه، لان هي برشلونه في الوقت ده كان هو اقوى فرقه في العالم. انا مش هقعد افتي، انت عارف يا هشام عايز اقول لك يعني حاجة. انا لو بلعب زي مثلا فكره ايه، انا شايف ان الزمالك بالنسبه له بيلعب بالطريقه الافضل، انا هلعب زي ما الزمالك بيلعب. شايف ان الاهلي هلعب بالطريقه دي. عايز اقول لك حاجه، وابراهيم اكتر واحد هيفهمني تمام. كل مدرب ليه فلسفه، الفلسفه دي انت بتقدر تشوفها في الملعب. ما يا ريت نشوف فلسفه. ماشي، ما انا عايز اقول لك، ما يا ريت يبقى فيه فلسفه. ماشي، كيمياء. شايفين فلسفه. أنا مش شايف اي فلسفه خالص. طب انا عايز اقول لك، او كل مدرب ليه هويه. يعني مثلا احنا الناس، في ناس كانت تقول لك ان كابتن حسن مدرب مش كويس. لا، حسن شحاته كان مدرب جامد. ليه؟ حسن شحاته كان عنده فكره، صح، والراجل ده يفهمني. دي حقيقة. حسن شحاته كان فكرته ايه؟ كانت فكرته ان هو عايز اكبر عدد ممكن من لعيبه الكوره في الملعب، صح، عشان يعملوا له استحواذ. حتى الناس اللي بتلعب ورا، صح، هو عايزهم يبقوا لعيبه كوره، لان حسن شحاته كان لعيب كوره جامد، صح. فهو بالنسبه له مخه ان هو ايه، انا عايز النهارده ابراهيم سعيد لعيب كوره، فلان لعيب كوره، هاني سعيد لعيب كوره، حسام غالي لعيب كوره، بركات لعيب كوره، ابو تريكه لعيب كوره، ميدو لعيب كوره، او متى لعيب كوره، او بيستغل اللي موجود. فكنا احنا، خلي بالك، ممكن يكون كابتن حسن ما بيعملناش جمل كتيره، بس احنا لعيب الكوره، فكنا بنقرب من بعض في الملعب وبنلعب. فلو اتفرجت على اي ماتش للجيل بتاع اللي كسب 3 كاس، بيديكوا جراءه، بيديكوا جراءه. كلنا كنا لعيبه كوره، لعيبه محليه. فكنا لما تتفرج النهارده، لو جبت لك اي ماتش مثلا كاس 2006،
هتلاقي ان احنا خلي بالك ده اقوى من دلوقتي ده من فتره كوبر وفتره دي اللي الناس كانت بتقول لك 2006 مصر ما لعبتش لا لا كنا جامدين قوي انا بتفرج على الاعاده لا ده بالنسبه لي اعرف ابراهيم لان احنا لعيب الكوره فابو تريكه لما بيمسك الكوره غصب عنه يروح مقرب له وبركات يقرب له ويروح داخل له فلان وكان حسني عبد ربه لما بيلعب لعيب كوره احمد حسن طبعا لعيب كوره احمد عبد الملك واحمد احمد عبد الملك لعيب كبير انت بتتكلم ان في لعيب الكوره فاكر احمد عيد ده في جون بلجيكا لا احمد عيد كان لعيب كبير الراجل كان لاعب منتخب مصر وهو في حرس حدود المولانا بقول لك عليه في هويه كابتن جوهري في هويه ان هو راجل بيدافع كويس وان هو رغم ان هو طبعا طلع في هويه انا مش قادر افهم ايه هويه المنتخب دلوقتي مش قادر افهمها بلا هويه بلا هويه والله عشان بس ما تتعبش ناس عشان النهارده مفيش كوره وانت مفيش كوره نتكلم فيها خلاص بلا هويه يعني طبعا ده كان الاستوديو التحليلي شكرا ابراهيم شكرا.